الشيلات الاتصال على 0534 500 اتصال على جزر الكلام ايش مخي بانسدام المعاني هايمه يا طوارق القصايد على جزر الكلام ايش مخي بالعز دام المعاني هايمه ليله غنت نجومه على بدر التمام والمشاعر تزدحم في ضميري عايمه يستهل للمزن عزو يجينا بتخزام والمكاسب كل بوها لفت غنايمه شاهر الطير غنى لك معاسر بالحمام الف مبروك السعاده عساها دايمه الجميله جابها الله بها زين السهام والعريب الجد بالعز لاجله شايمه والخوا الله للمكارم ونعم بالعمام هيبه وسط نجد العذية قايمة جميل شاهد السعادة على راس الغمام والفرح تبقى طيوره علينا حايمة جعل شاهر بالسعادة على راس الغمام والفرح تبقى طيوره علينا حايمة يا ولد من هو على الهام هو على المقام والقوافي في جنابه من اللي لايمة أشهد أن الزين سار مع على زينه كلام مصدر عنوان دايم لسعادة دايمة بنت شيخ انقلت العز والعليا وسام يوم غيره بالمكارم هبت عزايمة غنت الافراح نور جلا سود الظلام والسماء لاحت بروقه علينا غايمة يا طوارق القصايد على جزل الكلام ايش مخي لطلب الاثبات والشيلات الاتصال على 0534 500 5065